فاليوم كانت اولى جلسه ديال الملف ما يعرف اعلاميا الملف كنزة ضحيه المشغله ديالها. فاليوم كان سجل النيابه الاستاذ اللي كينوب على المشغله ولا الزوج ديالها سجل النيابه طلب مهله، فالمحكمه استجبت الطلب ديالو منحاته مهله ديال اسبوع باش يطالع الملف ويتصور الملف. ايضا كان تقرير الطب الشرعي وضع التقرير الاولي اليوم توضع في الملف عند النيابه العامه، اليوم النيابه العامه وضعته في الجلسه. وايضا السيد الرئيس طلب استدعاء الشهود اللي شهدوا اللي صرحوا امام الضابطه القضائيه في محاضر رسميه، فتاخر الملف 8/8 لاستماع استدعاء الشهود عفوا واطلاع الاستاذ المحامي اللي كينوب على الزوجه المشغله على تقرير الطب الشرعي، وايضا طلعنا كحنا كدفاع كنزة على تقرير الطب الشرعي. كشو طلب اخر؟ طلب الصراحه المؤقت. فبطبيعه الحال فالقانون كيخولوا ذلك، فالتامس الدفاع المشغله والمشغله والزوج ديالها التامس طلب ديال الصراحه المؤقت، فالمحكمه سمعت الطلب ديال الصراحه المؤقت وغداول فيه ان شاء الله في نهايه الجلسه ديال اليوم. بخصوص المتابعات يعني اللي كاينه تهم يعني ففي المتابعات اللي موجهه لكلا من المتهم الاول والمتهم الثاني، فهي متابعات كتختلف ما بين ضرب وجرح باستعمال سلاح تبقى الفصول 401 و404 و303 من مجموعه القانون الجنائي، وايضا كاين 387 اللي متعلق بانتحال صفه ينظمها القانون وينظم طريقه الحصول على تلك الصفه. والملف راه تاخر ان شاء الله 8/8 لاستدعاء الشهود كما قلت. بالنسبه لتقرير الطب الشرعي استاذ؟ فتقرير الطب الشرعي باقي ما طالعناش عليه، كاين التقرير الاولي اللي كيعطي ان كنزة كتعاني من شهاده طبيه اوليه فيها 90 يوم، تقرير الطب الشرعي النهائي باقي ما طالعناش عليه، نصوروه ان شاء الله ولا كان شي معطى جديد نوضحوه ان شاء الله الراي العام. فالحاله النفسيه بقى صعيبه، بقى كتعاني من كما كنقول واحد الازمه نفسانيه، ان هذاك الضرب والعنف اللي تعرضت لي، وايضا كاين واحد المعطى جديد ايضا هو ان ملي كتحدث واحد المواجهه ما بينها وبين السيده اللي كانت كتوجه لها الضرب والعنف والتعذيب، فهي كتاثر نفسانيا وكتخرج من ازمه نفسانيا، وان شاء الله كنتمناو تماثل الشفاء وترجع للحاله الصحيه ديالها الطبيعيه.